خطوات الإسعافات الأولية في حالات الغرق قبل نقل المصاب للمستشفى. إزالة أي عوائق في فم الغريق. فحص التنفس والنبض. وإذا كان التنفس متوقف فقم بعملية تنفس اصطناعي. وإذا كان القلب متوقف فقم بعملية الإنعاش القلبي الرئوي CPR. عندما يبدأ المصاب بالتنفس اجعله ينام على وجهه ملتفتاً لأحد الجانبين وطرف السفلي مثنياً قليلاً عند الركبة. وفي حالة وجود ملابس انزع عنه ملابسه المبتلة إن أمكن وجفف جسمه ثم قم بتغطيته بملابس جافة.